كحلو ومر، معطينا بعض العناوين شويه تعليق باش ناخذوا ملخص لاش قاعد يصير في تونس هالايامات. معاك برعون تفضل. هو ثم مواضيع ما تطلبش حتى تعليق من اخبار قصيره. انقص تعب. نبدا اخبار من ربما من برا شويه. هي السياسه توصل لممارسه الضغوط على الاعلام، وهذا من خلال قرار اداره القمر الصناعي نالسات ايقاف بث قناه المنار. ونحب هاو التعليق الصغير نقول راهو السياسه ما تنجمش تسكت صوت الاعلام مهما يكون. نتفق معها القناه ما تتفقش معها، لكن السياسه ما تنجمش تسكت وتكمم افواه الاعلاميين بالطريقه هذه. يعني في المقابل يعني عشرات ويمكن مئات القنوات التكفيريه ما زالت التوا تمرح وتسرح وتعال وتقول اللي تحب وما نسكرها حتى حد. بنما 11.5 مليون وثيقة تم قرصنتها من مكتب محاماة موساك فونسيكا، وهو مكتب المكتب هذا مختص في بعث الشركات الواجهة أو الشركات الوهمية اللي تمكن من التهرب الضريبي. الوثائق اللي تمت قرصنتها تم تسليمها للاتحاد العالمي للصحفيين الاستقصائيين اللي مكن وسائل الإعلام اللي تشتغل معاه في مختلف الدول من هذه الوثائق. هنا ظهرت الاتهامات والتخمين شكون وراء القرصنة والتسريب واتجه التصاب على الاتهام للنظام الأمريكي بغاية القضاء على بوتين، واتهموا بالأساس جورج سوروس هو اللي هو يقولوا مشبوه من مولي اللوبي الصهيوني، وهو حامل مشروع يؤمن بإسرائيل الكبرى وعلاقة وعنده علاقة شخصية ببعض التوانسة. أنا هذه ما تعنينيش، لكن تعنيني بقدر انعكاسها على المجتمع التونسي إذا ولا على الوضع التونسي. الحديث على مؤامرة أمريكية صهيونية ضد أطراف في العالم وضد أطراف توانسة هو في تصوري يمكن ضرب من الخيال باش ما نقولش حاجة أخرى. وزعم في المؤامرة هذه على توانسة يعني كأنهم توانسة وحدهم، لكن في الأصل هي مست بوتين وملك السعودية وغيرهم يعني، والقائمة طويلة جدا. وليش وزراء فنلندا وفي فرنسا وكل إيسلندا وكاميرون متاع بريطانيا. ثم هنا علقوا ربما احنا تجبد اسم محسن وانظمة عربية زادة وانظمة عربية وملوك. وثم شكون علق يقول هذه مؤامره تستهدف محسن مرزوق. فرنسا فتحت تحقيق حول الوثائق بامر مباشر من رئيس فرنسا فرانسوا اولون، مش فرانسوا ميتيران بالطبع. رئيس وزراء ايسلندا قدم استقالته. في سويسرا حملات امنيه ومداهمات في بناء على الوثائق دي. في بريطانيا دافيد كاميرون اعترف تورط ابوه في الاقرب ابوه. كان في تونس ولت حكايه مؤامره على اساس ان اللي وراء العمل الحكومه الامريكيه وتهدف لضرب مع شنو. ويعني في تونس احنا ما زلنا لليوم رغم اللي الاعلام وزاره العدل يبدو انه معناها مش تبعث شكون البنما اصل للتحقيق في العمليه هذه. رغم السيد اللي اتهموه بالعمليه بالوقوف وراء العمليه هذه احنا جانا لتونس، ووقت المشوز هذا وفد تونسي لامريكا تقابلوا معاه وكان حاضر حتى في الامضاء الاتفاقيات بين الوفد التونسي والوفد الامريكي. يعني العمليه ماهيش موجهه لضد تونس ولا هي عمليه مدبره ضد تونس، ولكن حكايه مؤامره ما هيش على حزب زيد أو حزب عمر أو على زيد وعلي زمر أو على عمر، هي خرافة. سمعت هنا بركة. هي خرافة أم سيسي، وكل من يذكر اسمه في الوثائق عليه أن يثبت العكس. الخبر الآخر، برهان بسيس أعلن استقالته من قناة نسمة. ها وقت ايش؟ اليوم العشية، اليوم الجاي نص النهار قبل البرنامج ولا؟ قبل البرنامج بالضبط. حسب سي برهان سبب الاستقالة هو الاختلاف في وجهة النظر بينه وبين صاحب القناة، لكن الأخبار الأولية على شنو وجهة النظر؟ تقولوا أن هاي وجهة النظر فيش اللي هو كان استدعى عند نهارين تالي استدعى سالم الأبيض الدكتور سالم الأبيض باش يحضر معاه في حصة موضوعها الزعيم حبيب بورقيبة، وجت من بعد تعليمات من فوق بعدم حضور الدكتور سالم الأبيض. وهذا ما يا أخي حضر ولا ما حضرش؟ ما حضرش. وهذا شو معناه بعد ما جاء قالوا لا اعتذر ولا بعد ما استدعوه بقبل بنهار واعتذر البرامج أخرى، ولكن قبل البرنامج بسويعات كلموه قالوا لا راهو بدلنا طبيعه البرنامج، ولكن البرنامج بقى والضيوف نفس الضيوف الا سلمى حرج كبير ما حضرش. فهذا السبب الرئيسي اللي خلى برهان
يستقيل. هو هل الإعلام حر ولا أي حر؟ هو حر في الاستقالة هو. هذه قناة خاصة أنا مولاه نجم يتصرف كما يحب. نتصورش أنه عليه حرية الإعلام على العموم فقط. لا لا لا، أخلاقية مهنية زي الصحافي ماهوش عبد من العبيد يعني. ثم هذا رئيس تحرير ما كانش مقدم ورئيس تحرير. لا لا، لم أدخل، ما دخلتش من هذا الجانب، ما دخلتش من هذا الجانب. أنا دخلت على الاستغراب، يقول لك خويا هذه قناة متاعي وانا حر شكون يجي فيها وشكون ما يجيش. اعطيني انت قبل بوقت كافي، مش يجي قبل بساعات قليله يجي يثبت بيه ويخليه في الموقف. نحكيو على الكيفيه. ايه نقول لك صحيح، اما ينجم هو يقول لك يا خويا انا بتاعي ما عرفش اي درجه. وجهه نظر. حبيت نحكي على الدورة 32 لمعرض تونس، المعرض التونسي الدولي للكتاب، اللي كان التونسي قبل يستعد ويعرف ونعرف وكنا نعرف. نخمم في الوجهة المقبلة شنو باش تكون البرهان والبسايس، والا معناها بعد نهايرين ثلاثة بوسوس. هو قال ما عنديش ممكن ما عنديش وجهة معينة وثم شعور. مازال وجهة معينة، حتى العملية جت عملية ربما مستعجلة، لأن هي صارت العملية أول أمس وبين أمس وبين أول أمس وأمس اليوم ما زالت مستعجلة. وأكيد برهان أكيد تكون عنده وجهة قادمة والأيام القريبة. مش نحب نعرج على موضوع، لأنه حرية الصحافة هنا وحرية الإعلام راهي تطرح بنسبة كبيرة جدا فقط أمام القطاع العمومي. يعني القطاع الخاص ردوا بالنا في المسألة هذه، يعني كيفاش إلى أي مدى نجد الحرية ذي، معنا برشا نقاط استفهام. قلت معرض تونس للكتاب كان قبل تاريخ معروف الأسبوع الأخير من شهر أفريل، وديما واحد ماي غرة ماي ديما تصادف المعرض، ولا وقتها ماهوش مضبوط. ولكن رغم ذلك لابد ان ننوه بمجهود وزاره الثقافه اللي وصلت نحى مره في دور، لكن دورتين تنحى، لكن ننوه بمجهود وزاره الثقافه اللي خدمت على استمرار هذا المعرض. اللي لاحظته هذه السنه ان فضاء المعرض اصبح يمثل نوع من بروباغندا ثقافية وسياسية، وتحول فضاء ربما شاري الجمعيات ووزارات ومنظمات حتى اللي ما عندهاش علاقة بالكتاب والثقافة، وكان يمكن تنظيم معرض خاص بهذه الجمعيات. بروباغندا سياسية من خلال زيارة رموز سياسية ووجوه سياسية للمعرض، وبعضها والله أنا متأكد راهو يمكن لا يقرأ الكتاب بالكل، ولكن جايين كلهم فيهم سي محسن كالحملة السياسية. استغلال حزبي للمعرض والقيام بنشاط حزبي ومضايقات الكتاب اللي كان عندهم نشاط في قاعة مجاورة سيبوا عليهم الباب على الاخر ما حد يسمع بحد. بعد جابوا عضلات مفتولة وصارت خصومة بينهم بين الكتاب وحماة الحزب، وكلام بذي سمعوا الكتاب اللي نعتبر الكتاب من زبدة النخبة. عملوا عريضة وصحوا فيها. هكذا هذا العنوان حسب الوقت. الوقت لا شنو هو بس 100 ورقه الرجل الاخر انا قصيت عليه الخبر هذا باش نعطي خبر اخر. تو قالوا فوق البرنامج قالوا مات طلع ما ماتش، اللي هو عزت ابراهيم الدوري في بالنا قالوا مات، وحتى وهزوه وعملوا التحليل للحامض النووي. إذا به أمس خرج بيان عزت ابراهيم الدوري، نشر فيديو تحدث فيه على الوضع في العراق وعلى مسؤولية إيران فيه، وتحدث أيضا وحمل أمريكا على مسؤولية اللي ما هو موجود في تمكن إيران من وضع إيدها على العراق، وتحدث على خطر التمدد الإيراني في اليمن، ودعا للاصطفاف هاي الجديدة، دعا للاصطفاف مع سماه بجبهة العرب القتالية تحت راية التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وطالب بالضغط على إيران. نطالب اليوم عزة الدوري طالب بالانضمام وراء السعودية، يعني التحالف العربي اللي من خلاله دخل الجيوش الأمريكية للعراق. بالضبط هذا شو قلت لك آخر خبر وبسرعة جدا. آخر خبر وبسرعة. المعهد الوطني للإحصاء اليوم خذي المرتبة 14 في العالم من بين 125 دولة في كمؤسسة إحصائية، مؤسسة الإحصائية، وهو الثاني في أفريقيا والموقع الأول عربيا. ورغم أن الإمكانيات المعهد نعرفوها كل ربما كانت المادية واللوجستية تقريبا هي نفسها وما تغيرتش، ولكن تقدم المعهد لهذه الرتبة يعني مجهود يذكر لجل العاملين في المعهد، وايضا وشكر له بالحقيقه مش رمي ورود، ولكن زاد الحكومه ما تتدخلش في عمل المعهد، وهذا اللي خلاه يقوم بعمل ممتاز. شكرا لحسن مبارك، بارون بيبرز.